دي يا عيني بس الباسو مايلو عايز صوت اشمعنى ليه صوت ايه بهدوء هنتكلم على عيلة السمباسو مايلتكس. اولا يعني ايه سمباسو مايلتكس؟ دراج ذات ستيميوليت ادرينرجيك ريسبتور. دراجز ذات ستيميوليت ادرينرجيك ريسبتور. يا اما هتشغل الالفا بس يا اما هتشغل البيتا بس يا اما هتشغل الاثنين. الهدف ايه من تشغيل هذه الريسبتور؟ بروديوس اكشن سيميلر تو سمباثيك اكتيفيشن، يعني بتعمل اكشن جوه جسمك اكن السمباثيك شغال عندك. يعني ايه سمباثومايليتك؟ دراجز ذات ستيميوليت ادرينرجيك ريسبتور. يا اما تشغل الالفا بس او البيتا بس او الاثنين. الهدف ايه من تشغيل هذه الريسبتور؟ ان انا اعمل اكشن في هذا الافكتور اورجن اكن السمباثيك شغال في هذا الاورجن. طيب عظيم. السمباثومايليتك دراجز دول ليهم ثلاث تقسيمات. التقسيمه الاولى تقسيمه اكوردنج للكيميكال ستراكشر. تقسيمه اكوردنج للكيميكال ستراكشر. هل الدواء بتاعك، معلش يا شباب بعد اذنكم البنين يعني هنقعد الجزء بتاعنا الاخير عشان بس البنات هتقعد هنا، هنقعد الجزء الاخير بتاعنا ونملى من الاخر، معلش بعد اذنكم ونجيب من الاخر عشان زمايلكم البنات هيقعدوا هنا. طيب التقسيمه الاولى اكوردنج للكيميكال ستراكشر، بشوف الدواء بتاعي هل فيه كاتيكول نيوكليوس اسميه كاتيكولامين، ما فيهوش كاتيكول نيوكليوس اسميه نون كاتيكولامين. حلو قوي. طب ايه الفرق يا دكتور؟ الكاتيكولامين ده هاي موليكولار ويت ستراكشر، هايلي ايونايزد ليبيد اند سوليبل، وبالتالي هتلاقي امتصاصه اورال تقريبا معدوم، تقريبا ما بيعديش السي ان اس، وبيكسر بسرعه جدا بانزيم اسمه كومت. يبقى مواصفاته ايه الكاتيكولامين؟ ها نوت ابزوربد اورالي، نوت باس تقريبا السي ان اس، وبيكسر بسرعه قوي بالكومت، فعشان كده هيبقى شورت ديوريشن. طيب والنون كاتيكولامين العكس، الموليكولار ويت قليل، الايونايزيشن قليل، الليبيد سولوبيليتي قليله، وبالتالي ها بيتر ابزوربد اورالي، وكمان بيعدي سي ان اس، وكمان ما بيتكسرش بالكومت، فهنلاقيه لونج ديوريشن. فده يا جماعه لونج ديوريشن. تمام. دي عيله ها السمباثومايميتكس تقسيمتها اكوردنج للكيميكال ستراكشر. مثال الكاتيكولامين عندنا ادرينالين ونور ادرينالين. النون كاتيكولامين زي الافيدرين والامفيتامين. تمام. التقسيمه الثانيه اكوردنج للميكانيزم، هما بيشتغلوا ازاي؟ هما ازاي بيشغلوا الريسبتور؟ والله يا دكتور لو الدواء بتاعي هيروح للريسبتور ويمسك فيها ويشغلها بنفسه يبقى اسمه دايركت. لو هيروح للريسبتور ويمسك فيها ويشغلها بنفسه يبقى اسمه دايركت. لو هيروح للادرينرجيك نيرف ويطلع الترانسميتر اللي في الفيزيكلز هو اللي يشغل يبقى اسمه ان دايركت. اسمه ايه يا جماعه؟ والدواء لما يروح للسمباثيك نيرف ويطلع الترانسميتر اللي في الفيزيكلز بيطلع تقريبا اكتر من 90% نور ادرينالين. الكلام ده مهم. مهم ليه؟ عشان اي دواء هيشتغل ان دايركت هيبقى الاكشن بتاعه شبه النور ادرينالين. اتفقنا؟ يبقى دلوقتي في حاجات دايركت هيروح مباشره للريسبتور ويشغلها زي الادرينالين والنور ادرينالين. في حاجات ان دايركت، يعني ايه ان دايركت؟ هو ملوش دعوه بالريسبتور، هو هيدخل على السمباثيك نيرف ويطلع الترانسميتر اللي جوه الفيزيكال بتاع السمباثيك نيرف، وبالتالي هو بيطلع ايه من السمباثيك نيرف؟ مينلي نور ادرينالين. فتلاقي الاكشن بتاعه شبه مين؟ شبه النور ادرينالين. في عيله طبعا زي الامفيتامين اللي هو بيشتغل اندايركت، في عيله بتشتغل دول، يعني ممكن تشغل بالطريقتين، جزء منها يشتغل بشكل مباشر وجزء منها يشتغل بشكل اندايركت عشان يطلع الترانسميتر زي دواء اسمه افيدرين. يبقى التقسيمه الثانيه اكوردنج لايه؟ للميكانيزم اوف اكشن. التقسيمه الثالثه هنقولها واحنا شغالين ليه؟
لان التقسيمه الثالثه اكوردنج للسلكتيفيتي، يعني الدواء بتاعك بيشغل مين؟ بيشغل الالفا بس ولا بيشغل البيتا بس ولا بيشغل الاثنين؟ ولا ممكن يكون بيشغل الفا 1 بس او الفا 2 او بيتا 1 او بيتا 2، فاهمين؟ يبقى السلكتيفيتي دي هنقولها واحنا بنشرح الدواء. تاني، التقسيمات اللي انا قلتها دي ممكن نتسال فيها شفوي كبدايه سؤال. يعني ايه؟ يعني لو واحد جاي ابيض خالص اقول له يا ابني يعني ايه سمباس ومايوتيك؟ قسمهم لي. يبقى ده ها ده عنده فكره عن الموضوع، ده فتح الكتاب، فاهمين يا جماعه؟ ده بدايه القصه. يبقى في تقسيمات ثلاثه اكوردنج للكيميكال ستراكشر، كاتيكولامين ونون كاتيكولامين، اكوردنج للميكانيزم دايركت واندايركت ودول، اكوردنج للسلكتيفيتي هنقولها دلوقتي واحنا بنشرح الادويه بتاعتنا. طيب هنبدا باول عيله اللي هي عيله الكاتيكولامين. وهنبدا بالدواء الاولاني بتاعنا اللي هو بيبني عليه شغلنا كله، لان هو نون سيلكتيف. يعني ايه نون سيلكتيف؟ يعني هيشغل كل الالفا وهيشغل كل البيتا. اللي هو مين؟ الادرينالين. ده اول نقطه تيجي نظري، الادرينالين هو اول سؤال نظري، وده سؤال نظري بقيمه الخمس نجوم. يعني ايه قيمه الخمس نجوم؟ يعني غالبا ده بيجي لما اقول لك الدواء ده خمس نجوم يبقى تعرف ان هو ايه جاي. ليه مهم وليه بيجي؟ دي النقطه السهله قوي اللي انا ممكن اديها للطالب يفرح بيها في الامتحان. يعني فاهمين يا جماعه ازاي؟ يعني بدي له حته كده يحس ان الامتحان سهل. فمن الحاجات اللي بتحس ان الامتحان سهل اسمه مين؟ ها؟ ادرينالين. تمام. يبقى الادرينالين نظري ها؟ جامد جدا، نظري قوي ها؟ تمام؟ متفقين؟ ده نظري وده من الحاجات اللي متكرره في كل الامتحانات. لو انا ممكن اجيبه يوزس، ممكن السنه اللي بعدها اجيبه سايد افكت، ممكن اللي بعدها اجيبه كونترا انديكيشن. فغالبا بيجي الادرينالين على طول. طيب عظيم، ايه المطلوب في الادرينالين؟ هقول اليوزس اللي انت حضرتك هتكتبها في الامتحان انيوميريشن، هتعدهم بس. بس وانا بقول اليوزس هقولهم لك انيوميريشن، بس هفهمك بيحصلوا ازاي او ليه هو بيستخدم في علاج هذه الحاجات عشان تفهم. وانت بتحفظ تبقى بتفهم، وانت بتحفظ تمام؟ ما انت فاهم ان انت بتحفظه. هنشرح دلوقتي اول نقطة في الامتحان ممكن تيجي نظري، ثيرابيوتيك يوزز اوف ادرينالين. وبرضه هنيجي في السايد افكت، هنيجي في السايد افكت نشرح لك هو ليه بيعمل الكلام ده. يبقى احنا لما نشرح لك هو ليه بيستخدم وايه اهم عيوبه ونشرحهم لك، يبقى احنا شرحنا الاكشن بتاع مين؟ من غير ما نشرح كلمة اكشن. اتفقنا يا شباب؟ طيب نبدا اول حاجة مهمة في الادرينالين، ثيرابيوتيك يوزز، بيستخدم في ايه؟ عشان حضرتك الدنيا تبقى سهله معاك قوي في الادرينالين، افتكر الكلمه اللي انا بقولها لك دي وانت بتذاكر، حط في دماغك نقطه مهمه قوي. وانا بذاكر الادرينالين افتكر كلمتين، لوكال وامرجنسي. حضرتك يا دكتور لما تيجي تستخدم الادرينالين ما تفكرش فيه غير في حالتين، يا اما لوكال بشكل موضعي يعني ما يمتصش يعني يفضل مكانه، يا اما عايز تستخدمه سيستمك يبقى الحاله الطارئه جدا بتنقذ حياه مريض لايف سيفنج، يعني فاهمين؟ حاله الامرجنسي. ليه يا دكتور؟ لخطورته، لمشاكله، هنتكلم عن مشاكله دلوقتي. يبقى وانا بذاكر اليوزس في دماغي كلمه مهمه قوي، كلمه اسمها ايه؟ لوكال، وكلمه اسمها امرجنسي. طيب عظيم، لوكال. لوكال حضرتك ممكن اخده لوكال في حالات الابستاكسيس. ليه بقى حضرتك؟ لان الادرينالين بيعمل لي فازو كونستريكشن للميوكس ممبرين بلاد فيزل. بيعمل لي يا شباب؟ فازو كونستريكشن. خلاص كده ولا استلمنا؟ صح؟
رز لوكال حالات الابستاكسس يعني حالات نزيف القلب. ممكن اجيب شاشه صغيره كده واحط عليها شويه ادرينالين اوصل بس الادرينالين للميوكوس ميمبرين يروح جاي عامل لي فازو كونستريكشن، لان هنا الالفا كتيره قوي في الميوكوس ميمبرين والالفا بتعمل فازو كونستريكشن فيعمل كنترول كويس قوي للابستاكسس. بس في الاخر الادرينالين ده كاتيكولامين. الادرينالين يا شباب كاتيكولامين يعني الديوريشن بتاعته فحضرتك هنستهلكه صحيح في الابستاكسس، ولكن في حاجه اسمها ريباوند يعني بعد نص ساعه بالكتير يرجع النزيف تاني. فحضرتك بتدي له ادرينالين وبتحوله المستشفى عشان نشوف سبب النزيف ايه. وحذاري جدا حذاري جدا انك تدي ادرينالين في اولد ايج، انك تدي ادرينالين في هايبرتنشن، لان ممكن يكون الراجل ده بينزف من الانف بسبب الهايبرتنشن. فهمنا؟ يبقى حضرتك ممكن يكون نزيف الانف اصلا سببه انه ضغطه عالي، فانت كده لما هتديله ادرينالين ايه الاخبار؟ هيعلى اكتر فممكن ينزف اكتر. طيب يبقى حالات الابستاكسز مهمه جدا، وكمان مهم قوي لو انت عايز ذا سيفست ميجر فور كنترول الابستاكسز. دايما لما اقول لك ذا سيفست امن حاجه ابعد عن الدواء. اقول لك امن حاجه للاوبيزيتي ايه؟ تقول لي دايت كنترول واكسرسايز. امن حاجه للابستاكسز ايه؟ كومبريشن، فيزيكال كومبريشن. ابعد عن الادويه ذا سيفست معناها ان انا ابعد عن الادويه. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى اول يوز عندي احنا اتفقنا الادرينالين يوزس هنفتكرها بكلمتين لوكال و اللوكال. اول حاجه ابستاكسز والسبب انه بيروح للالفا ويعمل لي فازو، بس نخلي بالنا هيحصل ريباوند. طيب اللوكال الثانيه بحقنه مع اللوكال انستيتيك. ايه الكلام ده؟ حضرتك دلوقتي هتفتح حراج هتشيل كيس دهني فمحتاج مخدر موضعي عشان انت شغال. وانت شغال يفضل تحط مع اللوكال انستيتيك ده ادرينالين. ليه؟ ايه السبب؟ ودي بتيجي جيب فريزو. ايه السبب؟ عشان حضرتك لما هتحقن ادرينالين تحت الجلد هيعمل فازو كونستريكشن. ما هي البلاد فازلز اللي تحت الجلد دي ملانه الفا، يبقى السكين والميوكس ممبرين ملانين وبيعملوا لي فازو. يبقى انا لما اعمل فازو كونستريكشن بالادرينالين انا حقنت دلوقتي حضرتك اللوكال انستيتيك. لو عملت فازو كونستريكشن امتصاص اللوكال انستيتيك يقل ولا يزيد؟ يقل طبعا، لان انا عامل فازو كونستريكشن. وبالتالي يستمر اللوكال انستيتيك لوكال لفتره اطول. تاني حضرتك دلوقتي انت اديت فازو كونستريكشن امتصاص اللوكال انستيزيا من الجلد هيقل ولا هيزيد؟ هيقل، يعني هيستمر لوكال فتره اطول. يبقى انا اللوكال انستيتيك ده لما احقن معاه ادرينالين بعمل برولونج للديوريشن اوف اكشن. دي نمره واحد. نمره اتنين كمان ان الادرينالين نفسه طبعا انت لما بتقلل امتصاصه بتقلل مشاكله السيستميك. ما هو اللوكال انستيتيك ده لو راح سيستميك انت مش محتاجه، انت عايزه فين؟ يبقى انا طولت مدته لوكال ومنعت مشاكله سيستميك. كمان في حاجه مهمه ان الادرينالين كفازو كونستريكتور وانت شغال عمل لك هيموستاتيك. عمل لي ايه يا جماعه؟ يعني ايه هيموستاتيك؟ يعني قلل البليدنج. يعني ايه هيموستاتيك يا جماعه؟ يعني قلل البليدنج. تمام جدا، دول اللوكال كويس قوي. تعال نشوف الامرجنسي. الادرينالين هو دواء منشط رهيب لعضله القلب، بيتا 1 اجونست بشكل جامد جدا على الهارت. حضرتك يقدر يزود لي كل الكارديك بروبرتيز، عشان كده هو خطر، عشان كده هو بيعمل تاكيكارديا، بيعمل اريثميا. بس امتى اخده بقى؟ لو في اريست. يبقى دي ايمرجنسي ولا مش ايمرجنسي؟ يبقى المريض ده لما ياخد الادرينالين انا بنقص حياته ولا لا؟ يبقى تفتكر الكلمه الثانيه في كلمه ايه يا جماعه؟ ايمرجنسي. يبقى مهم قوي في حالات الكاردياك اريست.
ممكن تصل الامور ان انا احقنه انترا كاردينج. تمام. ايه تاني امرجنسي؟ كمان الادرينالين يا شباب ممكن استخدمه في الاكيوت برونكيال ازمة. حالات ايه؟ واحد عنده برونكيال ازمة بشكل جديد وعنده سيفير برونكوس بازم. طب لما ياخد الادرينالين اخباره ايه؟ برونكو دايلاتيش. طيب عظيم. وعلى فكرة الالفا كمان بتعمل لي دي كونجيش. يبقى البيتا بتعمل لي برونكو دايلاتيشن بتوسع الشعب، والالفا بتعمل لي دي كونجيشن بتقلل الاحتقان اللي موجود في الميوكاس ممبرين. بس برضو خلي بالك، يا تدهوله انهاليشن، عايز تحقنه يبقى تحت الجلد في الاطفال، يعني حتى في الكبار بقلق انه يعلي الضغط عندهم ويزود ضربات القلب، يبقى عايز تدي الادرينالين هديه في الاكيوت برونكيال ازمة انهاليشن او سبكوتينيوس في الاطفال. يبقى دي حالة طارئة برضو. طيب ايه تاني حضرتك؟ الادرينالين بيروح للليفر ويشغل البيتا 2 اللي في الليفر ويعمل جلايكوجين لايسيس جلوكو نيوجينيسيس، يطلع جلوكوز كتير قوي، يزود البلاد جلوكوز. ده مهم في ايه بقى يا شباب؟ اقدر استخدمه الحق به المريض في حاله الهايبو جلايسيميك كوما. دي برضو حاله طارئه، هايبو جلايسيميك كوما، يبقى السكر وطي مني قوي، بدي ادرينالين يعمل جلايكوجين لايسيس وجلوكو نيوجينيسيس، بظبط مستوى السكر في الدم. بس برضه لخطوره الادرينالين هديه برضه سبكوتينيوس. حاله طارئه مهمه جدا جدا، حاله الانافيلاكتيك شوك. حاله مين؟ يعني ايه انافيلاكتيك شوك؟ حضرتك حصل حساسيه شديده جدا، طلع كميات رهيبة من الهستامين، حصل هايبوتنشن شديد، المريض وقع من طول، هايبوتنشن شديد جدا وبرونكوس باز، دي بنسميها انافيلاكتيك شوك. ايه علاقة الادرينالين بالقصة دي؟ ايه علاقة الادرينالين بالهستامين الكتير اللي طلع؟ حضرتك الادرينالين في الوقت ده يقدر يعالج الانافيلاكتيك شوك وتنقذ المريض بسرعة وتدهوره انترا ماسكولر. ليه؟ ما هو تحت الجلد هيتأخر والمريض بيموت مني. طب اي في خطير وممكن يعمل لي سيفير تاكي، فخلينا هنا في مرحلة الوسط انترا ماسكولر. ليه حضرتك بتدي الادرينالين في الانفلاكتيك شوك؟ ان في علاقة مهمة جدا هنبقى نتكلم عنها تاني في الجنرال، علاقة اسمها فيسيولوجيكال انتاجونيزم. حاجه اسمها ايه؟ يعني ايه فيسيولوجيكال انتاجونيزم يا شباب؟ يعني حضرتك الادرينالين ده بيعمل هايبر والهستامين بيعمل هايبو، الادرينالين بيعمل تاكي والهستامين بيعمل برادي. يبقى لما الاقي دوايين شغلهم عكس بعض، بس ده على ريسبتور وده على ريسبتور، هو الادرينالين بيعمل الكلام ده بايه؟ بيشغل ادرينرجيك. طب والهستامين بيعمل الكلام ده بايه؟ بيشغل هيستامينرجيك. يبقى في تو دراجز ليهم اوبوزيت اكشن، ليهم اكشن عكس بعض، بس ده على ريسبتور وده على ريسبتور. يبقى الحكايه دي اسمها ايه يا شباب؟ فيسيولوجيكال انتاجونيزم. يبقى احنا بنستخدم الادرينالين كمان في الانافيلاكتيك شوك عشان هو له حاجه مهمه قوي اللي هو الفيسيولوجيكال انتاجونيزم. يبقى تاني اليوزز اللي لازم تنكتب في الادرينالين، لوكال انستاكسز ومع اللوكال انستيزيا، سيستميك حالات الامرجنسي الريست، برونكيال ازمه، هايبوغلايسيميك كوما، وحالات الانافيلاكتيك شوك. عظيم جدا. هنلاقي بقى في بعض الكتب مكتوب حاجه اسمها ثورن تيست، لويس تيست، كونتراكشن رينج اوف يوترس ال بي. ما تكتبش الكلام ده خالص، انسان. عايزين السته دول. اللي هيكتب مره الكلام ده ممكن بعض المصححين تتضايق منه. ولا باكد. يعني لو انا اصحح ماشي هقبل الكلام ده، بس في بعض المصححين لما بيلاقونا بنكتب حاجة عفى عليها الزمن، ما عادش حد بيستخدم الأدرينالين فيها نهائيا، بيزعلوا من الإجابات. بمعنى إيه؟ أنا بقول الكلام ده ليه يا شباب؟ لما جيت أعمل لكم الورق بتاع المراجعة ده، حطيت في اعتباري أهمية كل حاجة بتنكتب. يعني أنا يهمني مش إن أنا عندي 10 فأنا جاوبت 5، ما ممكن تكون جاوبت 5 اللي مش مهمين. يعني أنا عندي في اليوزس
والله يا دكتور انا جاي لاربعه يوزز في الادرينالين، فكتبت لوس تيست وسورن تيست وكونتراكشن رينج اوف فيزوس. ده انت كتبت ثلاثه اصلا ها مش موجودين اصلا في السوق، انما لما تكتب لي ثلاثه من دول لايف سيفنج لا اقدرك. فهمنا؟ اتفقنا يا شباب؟ عظيم. طيب تعالوا بقى نشوف تاني نقطه نظري برضو. في احنا قلنا الادرينالين كله على بعضه ده ايه؟ ده الهديه بتاع الامتحانات. تعال نشوف السايد افكت برضو للتسهيل، وانت بتذاكر الادرينالين في السايد افكت عشان تسهل على نفسك. قسم السايد افكت، قسم السايد افكت عشان اسهل على نفسي وانا بذاكر الادرينالين. افضل ان انا اقسم السايد افكت. اقسمها ازاي يعني؟ حضرتك قسم السايد افكت الى في حاجات لها علاقه بالالفا وفي حاجات لها علاقه بالبيتا. في سايد افكت تمشي في اتجاه الالفا وفي سايد افكت تمشي في اتجاه البيتا، فتسهل الدنيا على نفسك. الالفا في مشاكل الالفا في الاطراف بريفرنت، وفي مشاكل الالفا سيستميك في السيستميك بلاد فيزلز. طيب حضرتك الادرينالين بيشغل اثنين، حلو. الالفا في الاطراف يعمل ايه؟ اسكيميا، نيكروزس، جانجرين. طبعا دي خطوات الباثولوجي اللي انتوا عارفينها. يعني لما البلاد سبلاي بيقل يحصل اسكيميا، ها يحصل ايه؟ يحصل نيكروزس، وبعدين يحصل بيوتريفاكشن، يحصل جانجرين. خدتوا انتوا الكلام ده في ايه؟ في الباثولوجي. اسكيميا، نيكروزس، جانجرين. ده يحصل امتى؟ لما تعمل الفازو كونستريكشن شديد. طيب عظيم. تعالى انا بقى نشوف سيستميك ايه اللي يحصل. ها هايبر تنشن. دلوقتي عملت فازو كونستريكشن سيستميك، ولو الراجل ده اولد ايج خلي بالك ده ممكن في اي لحظه يحصل ها سيريبرال هيموريدج. ما هو الشعيرات الدمويه دي عنده ضعيفه، فبمجرد الضغط ما يعلى يحصل ايه؟ ها سيريبرال هيموريدج. يبقى دول حاجتين خاصين بمين يا جماعه؟ الفا. قسمت الالفا طلعت سايد افكت مهمه، ها بريفرنت، اسكيميا، نيكروزس، جانجرين. ده السيكونس بتاع الباثولوجي. طيب وسيستميك هايبرتنشن. طب لو راجل عجوز وعيلي فيه الضغط قوي، ها سيريبرال هيموريدج. عظيم. تعالوا بقى نشوف البيتا. البيتا ما تفكرش بيتا 2، اشمعنى ليه؟ لان الالفا غطت عليها. فكر في بيتا 1، فكر في الهارت. بيحصل ايه في الهارت زي ما اتفقنا؟ مرشط قوي جدا للهارت، هلاقي فيه تاكي كاردي. على فكره لما ضربات القلب بتبدا تتغير، يعني ايه تتغير؟ تزيد او تقل، تبقى حتى طبيعيه بس غير منتظمه. يقول لك المريض انا حاسس بضربات قلب، انا عندي حاجه اسمها خفقان. ايه الخفقان ده؟ ده بنسميه بالبيتيشن. يبقى البالبيتيشن يعني ايه؟ الاحساس بضربات القلب. مش البالبيتيشن معناه تاكيكارديا، خلي بالك التاكيكارديا دي قصه، انما البالبيتيشن دي شكوى من المريض. يقول لك يا دكتور انا بحس بضربات قلبي، انا ضربات قلبي حاسس بيها. الطبيعي ان انت ما تحسش، يبقى فيه تاكيكارديا وفيه بالبيتيشن. طيب عظيم. لما حضرتك تعمل تاكيكارديا، لما تطلب من القلب انه يشتغل كتير قوي قوي، فالاكسجين اللي رايح له مش هيكفيه، فيدخل على طول مباشره في اسكيميك هارت ديزيزز اللي هي طبعا اشهرهم الانجينا. تاني لما اجي اشوف السايد افكت بتاعت البيتا، ها تاكي كارد يبدا يحس بضربات قلبه، بالبيتيشن، الكاردياك وورك والاكسجين نيد يزيد، فالاكسجين اللي رايح له يقل عنده، فيخش في حاجه اسمها اسكيميك هارت ديزيز وهي الانجينا. عظيم. وبعدين احط في اخر او ما اكتبش مش مشكله مايلد تريمورز، مايلد انكزايتي. اشمعنى ليه كده؟ لان انا قايل لك من الاول ان الكاتيكولامين اصلا ها صعب جدا تعدي السي ان اس. اه هي لو عدت تعمل سي ان اس ستيميليشن، بس هي صعب تعدي. فحضرتك عايز تكتب مايلد تريمورز اكتب، مش عايز مش مشكله. انما ما تنساش الالفا وما تنساش البيتا. في مشكله في السايد افكت صعبه؟ نشوف الكونترا انديكيشن. ده ثالث نقطة بتيجي نظري في الامتحان، وهو الادرينالين. قلنا الادرينالين كله نظري. كونترا انديكيشن برضه عشان ما تتلخبطش الفا وبيتا.
الفا وبيتا، حاجات لها علاقه بالالفا وحاجات لها علاقه بالبيتا. يعني ايه حضرتك يا دكتور بتقول لي ان المشكله هنا اسكيميا نيكروزس كانجرين، ما تاخدوش في الاطراف قوي، يعني ما تقفلش على حاجه من ناحيه واحده وانت عارف ان الناحيه الثانيه مش جاي لها بلاد سبلاي. زي ايه يعني؟ زي اراوند فينجرز وتوز او السيركمسيشن عند الاطفال. يبقى حضرتك تحاول قدر الامكان تبعد عن الاطراف، لان الاطراف حاجه زي دي مثلا انا لما باجي احط لوكال انستيزيا احط ادرينالين بعمل حاجه اسمها رينج انستيزيا، بخدر او بعمل لوكال انستيزيا رينج كده، فبقفل البلاد سبلاي اللي هنا وبقفل البلاد سبلاي اللي هنا، هنا ده ممكن يحصل له ايه؟ اسكيميا ونيكروز. يبقى نخلي بالنا اراوند ها فينجر وتوز. طيب عظيم، هنا خلي بالي من مين؟ من مين؟ من مريض عنده هايبرتنشن او اولد ايج، لان الهايبرتنشن مع الاولد ايج يحصل. عظيم، تعالى هنا بقى حضرتك تخلي بالك من مين؟ من واحد ضربات قلبه سريعه تاكي، من واحد عنده اسكيميك هارت ديزيز عشان الانجينا. نقف بقى، نقف فين؟ نقف حضرتك برضه تخلي بالك من الادويه اللي ممكن تزود الهارت ريت. يعني انت عارف ان الادرينالين بيزود الهارت ريت، يبقى المفروض ابعد عن الدواء اللي هيزود الهارت ريت اكتر. يعني لو اجتمعوا هما الاثنين الدنيا باظت. حته حته تعالى دكتور، انا لو عايز مكان هنا. يبقى انا دلوقتي لو المريض بتاعي بياخد دواء معين انا عارف انه بيزود هارت ريت، ما ينفعش اخد معاه ادرينالين. مين هي اشهر الادويه اللي بتعمل تاكيكارديا واريزميا؟ ديجيتاليس جوكسن والجنرال انستيزيا. الاثنين دول يا جماعه بينشطوا لي الهارت ريت وممكن يحصل فينتريكولار اريزميا، بقلق جدا مع الادرينالين. طيب كمان هنلاقي حاجه اسمها بالمونري امبوليزم. ايه البالمونري امبوليزم ده؟ احنا عارفين ايه الفرق ما بين الامبولاي والثرومبس؟ ايه الفرق؟ الثرومبس لازقه في الوول. طب والامبولاي؟ ها؟ فلوتنج. ها؟ تمام؟ حضرتك لما يكون حد عنده بالمونري امبوليزم وتيجي حضرتك تعمل فازو كونستريكشن، ايه الاخبار؟ تيجي تعمله ثرومبوتس. يبقى خلي بالك الفازو كونستريكتور في حالات البلمونري امبوليزم في قمه الخطوره. ليه؟ لان هنا الامبولاي ها فلوتنج بتسبح في البلاد، لو عملت انت فازو كونستريكشن هتعمل لها كومبليت بلوك، هتقفل خالص على البلاد سبلاي. تاني يا شباب، ايه هي اهم الكونترا انديكيشن ها ليه هنا؟ سكينيا ونكروز وجانجرين، ابعد عن الاطراف، اراوند فينجر ودوز وسيركمسيشن. بيعلي الضغط، ابعد عن مريض الضغط والاولد ايج اللي ممكن يحصل له سريبرال هيموريج. ابعد عن التاكي كارديا ويل واي دواء يعمل تاكي كارديا زي الديجيتاليس او الجنرال انستيزيا، وكمان ابعد عن البلمونري امبوليزم. نعم، دي قصه بقى ثانيه بقى. قلنا محدش يسال في غير اللي انا بقوله، محدش يعطلني عشان نلحق نخلص. طيب كمان في حاجه مهمه قوي نخلي بالنا منها عموما، حاجه اسمها سوبر سنسيتيفيتي. حاجه اسمها ايه؟ هنتكلم عنها كلمتين كده في الجنرال، ولكن مشكله الادرينالين في السوبر سنسيتيفيتي مع الثايرويد اكسبوز. ليه بقى؟ لان التي 3 والتي 4 الكتير اللي بيطلعوا دول بيعملوا لي سوبر سنسيتيف ادرينرجيك ريسبتور. يعني ايه؟ يعني الالفا تشتغل اكتر من الطبيعي والبيتا تشتغل اكتر من الطبيعي. يعني لو انت ظابط جرعه الادرينالين انها ما تعملش هايبر تنشن هتعمل، لو انت ظابط جرعه الادرينالين ما تعملش تاكي كارديا هتعمل. يبقى تبعد عن مين؟ عن السوبر سنسيتيف ريسبتور، ودي بنلاقيها في حاله مهمه، حاله مين؟ الثايرو توكسيكوز. يبقى الادرينالين عايز منه يوزس كلمتين ها لوكال لوكال وامرجنس، وعايز في السايد افكت برضه كلمتين الفا وبيتا، وعايز برضه في الكونترا انديكيشن كلمتين الفا وبيتا برضه. اتفقنا؟ صعب. الادرينالين ده الهديه بتاعت الامتحان، وقلنا ده نظري ها فئه الخمس نجوم، يعني غالبا 99% بيجي في الامتحان. تمام. طيب تعالوا بقى نخش على بعض الادويه اللي ممكن نتسال فيها في الاورال شيت او في الام سي كيو او ترو فولس، الحاجات الصغيره البسيطه دي. هنقول الحاجه اللي تهمنا
نور ادرينالين، نور ابنفرين. احنا قلنا ادرينالين الفا ها وبيتا، حلو قوي. النور ادرينالين الفا كبيره جدا وبيتا 1 صغيره قوي، الفا كبيره جدا وبيتا 1 صغيره قوي. بما انه الفا يعني بازو ريستريكشن، يعني هايبر تنشن، يعني اسكيميا ونيكروزس وجانجرين، يبقى نخلي بالنا من الاولد ايج عشان السيريبرال هيموريدج. حلو قوي. طب اخبار البيتا ضعيفه جدا. طب انا عايز اعرف يا دكتور، هو النور ادرينالين ده يعمل برادي ولا تاكي؟ نفهم حضرتك، البيتا 1 بتاعه النور ادرينالين قويه ولا ضعيفه؟ ضعيف. حلو جدا، دي ضعيفه. في المقابل لما الضغط بيعلى ها في قانون اسمه ميريز لو. بيقول لي ايه بقى ميريز لو ده بقى؟ بيقول لي اول الضغط ما يعلى يا دكتور جسمك يشغل فيجوس، يحصل ريفلكس برادي. لما الضغط يوطى يا دكتور جسمك يشغل السمباثيتك، يحصل ريفلكس تاكي. ده فيسيولوجي. انت دلوقتي بالنور ادرينالين بتعمل هايبرتنشن رهيب، الفا قويه جدا، فازو كونستريكشن شديد جدا، يبقى يحصل ايه؟ ريفلكس برادي. حلو جدا. يبقى على الهارت جاي له فيجاس من فوق، ريفلكس برادي. حلو. طب والهارت معاه بيتا قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. مين اللي يكسب؟ الريفلكس برادي. هتقول لي امال ما جبتليش سيره الكلام ده في الادرينالين ليه؟ طب ما انت قلت لي ان الادرينالين برضه بيرفع الضغط. تمام، الادرينالين بيرفع الضغط وجاي فعلا ريفلكس برادي، بس البيتا وانا عند الادرينالين اخبارها ايه؟ محدش يقدر عليها. يبقى الادرينالين رغم انه بيرفع الضغط بس برضه بيعمل تاكي. ليه بيعمل تاكي؟ بوتنت دايركت بيتا 1. طب ليه النور ادرينالين بيعمل هايبر تنشن وبيعمل ريفلكس برادي ما بيعملش تاكي؟ اصل حضرتك البيتا 1 بتاعته ايه؟ ها؟ ويك دايركت بيتا 1. يبقى عرفنا الفرق المهم قوي، الادرينالين بيعمل ها؟ هايبرتنشن وتاكي. انما النور ادرينالين هايبرتنشن وريفلكس برادي. حلو قوي. بما ان الدواء ده بيرفع الضغط بشكل شديد جدا وكمان شورت ديوريشن، تلت ساعة نص ساعة بيخلص، الكونت بيكسره، يبقى نديه امتى؟ لما الضغط يوطى جدا. طب والضغط يوطى جدا امتى؟ اكيوت هايبوتنشن، لما السمباثيتك يقف. واكتر حاله بيحصل فيها سمباثيتك بلوك بعد التخدير النصفي. بعد مين؟ حضرتك دلوقتي الخط ما بين السكند رامبر والثيرد رامبر عشان تحقن سباينر انستيزيا، جزء من الانستيزيا ده راح هنا مشي كده، راح جاي عامل لي بلوك للسمباثيتك. مش في هنا سمباثيتك جانجليا؟ مظبوط؟ قفلها. حصل دروب للبلد بريشر. بوست اوبراتيف هايبوتنشن، بوست سباينال انستيزيا هايبوتنشن. يبقى المريض بنديله النور ادرينالين اي في انفيوجن في المحلول عشان نبدا نظبط الضغط بتاعه. وعموما ما تديليش حاجه من بره موجود منها في جسمي وتوقفها بسرعه. تاني معلومه ثابته، ما تدينيش حاجه من بره ها في منها في جسمي وتوقفها فجأة. ليه؟ لأن جسمك أول ما هيلاقي الحاجة دي جاية جاهزة من بره اكسوجينوس هيوقف مين؟ هيوقف الاندوجينوس. حضرتك بتديني كورتيزون من بره، هوقف الكورتيزون الداخلي. حضرتك بتديني دوبامين من بره، هوقف الدوبامين الداخلي. فهمنا يا جماعة؟ فلما تيجي تدي حاجة من بره موجود منها في جسمك لازم أعمل لها جراديوال ويزدرول، لازم أسحبها بالتدريج. يعني ما ينفعش أدي نور أدرينالين، ظبطت الضغط يا سيدي بقى 120 80، سلام عليكم هقفل النور أدرينالين. ينفع؟ يحصل على طول هايبوتنشن تاني لان لسه جسمك ما ظبطش نفسه. لازم اعمل جراديوال ها وزدرون. طيب النور ادرينالين ايه مشاكله؟ الفا يعمل تاكي؟ لا يا دكتور بالعكس، ده يعمل ريفلكس برادي. فهمنا؟ يبقى النور ادرينالين عايز منه كلمتين ها. الراجل ده شغله الفا، شغله فازو كونستريكشن، شغله هايبر تنشن. طب واخبار الهارت ايه؟ ريفلكس برادي عشان البيتا 1 ضعيف. على فكرة الدليل ان في بيتا 1 ايه؟ اقفل الالفا. انا عايز اشوف ان له بيتا 1 ولا لا، اقفل الالفا.
اول ما تقفل الالفا تلاقي حضرتك نقطه بدا يعمل تاكي. ليه حضرتك؟ مفيش الفا مفيش هايبر يبقى مفيش ريفلكس برادي. فاللي هيظهر على الهارت مين؟ البيتا طبعا الضعيف هيبدا يظهر تاثيرها. فهمنا؟ يعني انت عايز دلوقتي تشوف تاكي من النور ادرينالين في المعمل ها في حيوانات التجارب اقفل بس الالفا خلاص الدنيا هتظبط. عشان كده حضرتك لما تيجي تشوف تاثير الالفا بلوكر على الادرينالين يفرق كتير جدا على تاثير الالفا بلوكر على النور ادرينالين. ازاي يعني؟ ما هو حضرتك الادرينالين الفا ومين ها قفلت انت مين؟ فالبيتا فازو هايبو ده بدل ما كان الادرينالين بيعمل هايبر بدا يعمل لي هايبو ودي سميناها ادرينالين ريفرس. انها حضرتك النور ادرينالين كل اللي حلته مين؟ قفلت مين حضرتك؟ يحصل ايه؟ بدل ما كان بيعلي الضغط هيبقى فيه حاجه اسمها نور ادرينالين بلوك. حاجه اسمها يا جماعه؟ وهنبقى نقولها تاني في العمل. ليه قصة النور ادرينالين؟ النور ادرينالين جه يا شباب ها؟ ام سي كيو اورال كلمتين اللي انا قلتهم بس اللي هو تأثيره الاساسي على الالفا. طيب تعالوا نشوف رقم ثلاثة ايزوبرينالين. ايزوبرينالين الايزوبرينالين ده حضرتك بيتا 1 و 2 بيتا 1 و 2 بيتا 1 يرشط الهارت بيتا 2 برونكو دايلاتيشن. الايزوبرينالين ده بيتا بيتا 1 ستيمولانت للهارت بيتا 2 برونكو دايلاتيشن. افتكر الاثنين دول ليه؟ لان حضرتك هنستخدم الايزوبرينالين ده لو فيه برادي كارديا جديده لو فيه هارت بلوك لو انا عايز ارشط الهارت. وهستخدم الايزوبرينالين لو انا عايز اعمل بيتا 2 يعني عايز اعمل برونكو دايلاتيشن يبقى هاخده في حالات الاكيوت برونكيال ازمة. نرجع لموضوعنا تاني هو بيتا صح؟ تمام يبقى مشاكله ايه؟ مشاكل البيتا يبقى تاكي كارديا اريزميا بالبيتيشن انجاين. طب والبيتا 2 بتعمل بازو ايه؟ ها؟ يعني ما بيعملش هايبر تنشن؟ لا يا دكتور بالعكس بيعمل هايبو تنشن. طيب عظيم برونكو دايلاتيشن سموث ماسل ريلاكسيشن. حضرتك الايزوبرينالين هيتاخد في حالتين برونكيال ازمه اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. ليه اكيوت؟ ولا مين؟ لانه شورت ديوريشن. بس اخده ازاي؟ اورال ما ينفعش سب لينجوال او انهاليشن. حالات الهارت بلوك حالات البرادي كارديا ممكن توصل ان انا تقوله انجكشن. الايزوبرينالين نفتكر كلمه بيتا وانا عارف الباقي بيتا 1 يبقى هارت بيجري بيتا 2 يبقى فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن وبيتا 2 في البرونكا يعني برونكو دايلاتيشن. الايزوبرينالين هي يا شباب ام سي كيو او اورال فقط. صعب في مشكله الايزوبرينالين؟ طيب تعالوا ندخل على الدواء رقم 4 وهو دوبامين. دوبامين ودي من الحاجات النظري اللي هي فئه الثلاث نجوم. يعني ايه فئه الثلاث نجوم؟ يعني ممكن تيجي ممكن ما تجيش. بس لو انا عايز احط حته صعبه نظري في السمباثيك اجيب الدوبامين. تاني الدوبامين من النقط اللي ممكن تيجي ريتن عشان اصعب الامتحان. لو انا الادرينالين بيجي ريتن عشان اسهل الامتحان صح؟ ده من النقط اللي ممكن تيجي لو انا عايز احط حته صعبه. ليه بقى؟ اصل الدوبامين حضرتك لازم نفهمه ولازم نعرف الفرق ما بين الدوبامين كترانسليتر والدوبامين كدرج. الدوبامين كترانسليتر موجود بريفرال وموجود سنترال. سنترال هنتكلم في دوره بالتفصيل وعلاقته بالديزيزز في السي ان اس. هنتكلم هنا النهارده على دوره بريفرال. ليه؟ لان حضرتك لما تدي دواء اسمه دوبامين ده من عيله الكاتيكولامين صح؟ يعني ايه؟ ما بيعديش بلاد برين بارير. يبقى لما تيجي تكلمني على الدوبامين اكيد هتكلمني على العيله البريفرال. على الشغل بتاعه البريفرال. طيب عظيم. هيعمل ايه في البريفرال يعني؟ حضرتك لما مريض بيجي له شوك يعني ايه كلمه شوك؟
يعني التشو بالفيوجن، البلاد سبلاي اللي رايح للتشو، الاكسجين سبلاي اللي رايح للتشو بيقل، هيحصل حاجه اسمها شوك، امبيرد اوكسجينيشن، امبيرد برفيوجن تو ذا تشو. حلو جدا. الجسم بيتصرف ازاي؟ حضرتك اول حاجه بيعملها الجسم فازو كونستريكشن. مش معنى ليه؟ عشان يحافظ شويه على ضغط الدم. هو دلوقتي المريض ده نزف، المريض ده اسهل او رجع فات فلويد، فكميه البلاط اللي راح للتشو اخبارها ايه؟ قلت. فالجسم يعمل ايه؟ فازو. فلما يعمل فازو كونستريكشن البريشر نفسه بتاع البلاط يزيد، دفع الدم يزيد. انا دلوقتي الدم كان الشريان واسع والضغط فيه ضعيف، عملت انا فازو، كمان الفازو كونستريكشن هيقلل لي النزيف شويه. طيب عظيم، بس المسألة بيشتغل في جسمك كمان. بس خلي بالك ما ينفعش تسيب المريض كده. ليه؟ لانك لو سبت المريض فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن ايه اللي يحصل؟ اسكيميا، نيكروزس، جنجرين، ما نعمل ايه؟ مهم جدا يا دكتور ان لازم توسع البلاد فيزلز عشان تكتر البلاد سبلاي. هتقول لي لا ما هو ما ينفعش يا دكتور ان انا اوسع دلوقتي. ليه؟ لان انا هفتح البلاد فيزلز على الهواء، مفيش اصلا بلاد هنا عشان افتح عليه. فعشان كده حضرتك قبل ما تدي الدوبامين اعمل فيل اب اند ذن اوبن اب. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ حضرتك عايز تصلح الشوك، نزف اديله بلاد، اسهل اديله فلويد، وبعدين ابدا بقى وسع عشان تزود البلاد سبلاي للتشوز. وده اللي بيعمله حضرتك الدوبامين لو اديته بسمول دوز، بيشغل دي 1 ريسبتور. بيشغل مين؟ فيعمل ايه؟ يعمل لي فازو دايلاتيشن في الفيسرال بلاد فازلز. يعمل ايه؟ ها؟ يعني جميع الفسرة البلاد سبلاي اللي راح لها يزيد، الليفر، البرين، الهارت، الكيدني، الانتستين، كله. كل البلاد سبلاي اللي رايح للفسرة يزيد. فيصلح الشوك اللي موجود عندي. كويس جدا. طيب وبعدين؟ ممكن يا دكتور يعمل الكلام ده ولسه الامور ما اتظبطتش. طب نعمل ايه؟ نخلي مكنة الضخ تبقى اكثر نشاطا. تخلي دفع الدم اكثر قوه. مين اللي يساعدني في البوشنج اوف ذا بلاد تو ذا تيشوز، في البامبنج اوف ذا بلاد تو ذا تيشوز؟ ها الهارت. فيبدا يشغل بيتا 1، ازود الجرعه شويه يشغل لي بيتا 1. بس خلي بالك مسته مهم قوي، انه بيزود لي الكونتراكتيليتي اكتر من الريزميزيتي. ايه اهميه الكلام ده؟ هو انت حضرتك لو زودت الهارت ريت جامد هيدخل المريض زي ما اتفقنا في انجينا. بتزود هارت ريت يعني بتزود الاكسجين مين؟ يبقى المريض يدخل في انجينا. لا انا بخلي بالي هنا ان انا ادي الجرعه اللي تخلي الكونتراكتيليتي اكتر من الريزميزيتي، يبقى البامبنج باور اعلى والهارت ريت ها ما زادش قوي. الاكسجين كونسومشن ها مينيمال، قليل مش زياده قوي، عشان ما ادخلش المريض في ايه يا جماعه؟ في انجينا. حلو جدا. طيب انت خايف وانت شغال من ايه؟ انا شغال دلوقتي ها دي 1 عامله لي فازو دايليتيشن للبذره، وبيتا 1 بتزود مكنه الضخ بتاع القلب. ايه اللي يقلقك؟ اللي يقلقني يا دكتور لو الفازو دايليتيشن زاد قوي البريشر يبدا ها يعني في بلاد كتير اهوت، بس البريشر اللي رايح للتيشوز يبدا ايه؟ اول ما تحس بالكلام ده لازم تزود الجرعه اكتر عشان تبدا الفا 1 تشتغل، اللي هي بتعمل فازو كونستريكشن. فتعمل ايه؟ مينتين بريفرال ريزيستنس، ترجع لك البريفرال ريزيستنس تاني، تظبط لك البريفرال ريزيستنس تاني. امتى تلجا لها؟ لو لقيت فيها هايبوتنشن. طب لو الدنيا مظبوطه زي الفل. مهم الكلام ده قوي. حضرتك انا ببدا بسمول دوز، الدنيا ظبطت خير وبركه، ما ظبطتش زود مودريت عشان الاهارت يساعدك. وعينيك على مين؟ على الضغط. اول ما الضغط يوطى اعرف ان البلاد سبلاي للتشو هيبدا ايه؟ فلازم تحافظ على البريفرال ريزيستنس، لازم حاجه ترجع تضيق لك البلاد فيزلز تاني اللي هو مين؟ الضغط. عشان كده بنسمي الدوبامين دراج اوف 1 دي 1 بيتا 1 الفا 1.
دي 1 دي البدايه اللي بيحاول يصلح بيها الشوك وهو الفازو دايلاتيشن اوف ذا فيسرال بلاد فازل، يحسن البلاد سبلاي. نجحت تمام، ما نجحتش عايز مساعده زود شويه. خلي بالك وانت بتزود شويه ده شغال وده شغال، لما بتدي سمول دوز ده اللي شغال بس، لما بدي مودريت الاثنين بيشتغلوا دي 1 وبيتا 1 ولا بدي لارج دي 1 وبيتا 1 والفا 1 كمان بدات تشتغل معايا، يبقى ده بيزود لي البامبنج باور. وفي ميزه مهمه الكونتراكتيليتي اكتر من الريزميسيتي، يعني الاكسجين نيد ها مينيمال، يعني مش هيدخل في انجاينا اذا اديت جرعات علاجيه. طيب وكمان زودت اكتر لما حسيت بالهايبوتنشن عشان الالفا تشتغل تعمل لي فازو تو مينتين. ايه عيوبه بقى؟ يعالج الشوك، مهم جدا في علاج الشوك، ومهم كمان جدا لو عضله القلب ضعيفه، حالات الريزيستنت هارت فيلير. يعني ايه ريزيستنت هارت فيلير؟ حضرتك مريض عنده هارت فيلير، العادي الطبيعي بياخد تشتالز صح؟ طيب بديله يا دكتور تشتالز ومش نافع، سيفير اكيوت هارت فيلير ريزيستنت هارت فيلير في العنايه. من الحاجات اللي تساعدك دوبامين. ليه بقى؟ بيزود الكونتراكتيليتي بدون ما يزود الريزيستنت بشكل جديد. خطوره اي كاردياك ستيمولانت انه هو بيزود الكونتراكتيليتي ممكن يزود، ولما يزود الريزيستنت يزود الكاردياك وورك والاكسجين نيد يدخل المريض في انجاين. اتفقنا؟ يبقى هاخده في حالات الشوك الهيموراجيك او الهايبوفوليميك شوك، واخده كمان في الريزيستنت هارت فيلر. انا بسميها كارديوجينيك شوك، بسميها يا جماعه عظيم. عيوبه ايه؟ الريسبتور دي اشتغلت اكتر من اللازم. هايبوتنشن. نعم. طبعا بتوقف انت بتكمل، هنبقى لما نيجي في هارت فيلر هحكي لك. بس المفروض انك بتدي ديجيتاليز اي في الاول، ما ينفعش بتوقف الديجيتاليز وتنشر الدوبامين. يعني هو ده اكون نعم. ليه؟ ما انا بقولها لسه سؤال. الدوبامين لو اديته بالجرعات العاديه الكاردياك وورك، الكاردياك وورك مينيمال. لان الكونتراكتيليتي اكتر من الريزميستي، ده اللي انا بقوله لك. لو زودت جرعه الدوبامين يبدا يحصل تاكي كارديا وارزمي. لو زودت جرعه الدوبامين قوي قوي يحصل هايبر تنشن. اتفقنا يا شباب؟ تاني لو اديت الجرعه العاديه كل ده هيمشي مظبوط. طب لو زودت ده هايبر تنشن وده تاكي كارديا وده هايبر تنشن. كمان من ضمن عيوب الدوبامين انه بيزود قوي الرينال بلاد فلو، بيزود قوي اللود على الكيدني. وده بيبقى خطر لو الكيدني فيها مشكله. شباب انت دلوقتي لما يكون مريض عنده امبيرد رينال فانكشن، يعني الكيدني فانكشن ضعيفه، ما تضغطش عليها قوي، ما تحملهاش فوق طاقتها، ما تزودش اللود عليها. من ضمن عيوب الدواء ده انه بيزود قوي الرينال بلاد فلو. يفيدك لو فيه رينال اسكيميا، لو البلاد سبلاي رايح للكيدني قليل، انما لو وظيفه الكيدني قليله يبقى انا بحمل عليها اكتر وبضغط عليها اكتر. يبقى نخلي بالنا الدوبامين مهم في الشوك، ولكن اخلي بالي من الرينال فانكشن. ليه؟ لانه بيعمل لود عالي على الكيدني. اتفقنا يا شباب؟ الدوبامين الحته اللي هتيجي فيه نظري اللي انا شرحتها دي اللي هي الميكانيزم دي 1 بيتا 1 الفا 1 كمان. طب يا دكتور في شوك وفي رينال فيلير، في رينال امبيرمنت، نعمل ايه؟ عندي حضرتك دواء سيلكتيف بيتا 1 بمواصفات الدوبامين. يعني ايه بمواصفات الدوبامين؟ يعني يزود الكونتراكتيليتي اكتر ما يزود الريزميسيتي. اسمه ايه؟ دوب يوتامين. اسمه ايه يا شباب؟ دوب يوتامين. يبقى الدوب يوتامين ده بعتبره سيلكتيف بيتا 1، بعتبره ايه يا شباب؟ سيلكتيف بيتا 1. عظيم جدا تمام. تعالوا ننقل على العيله الثانيه، نون كاتيكولامين. نون كاتيكولامين اللي هي العيله بقى اللي هي ابزوربد اورالي، وهتوصل السي ان اس بقى وتعمل الشغل بتاع السي ان اس. اللي هنا ما جبناش سيره ها السي ان اس تقريبا. طيب عظيم. عيله النون كاتيكولامين عيله النون كاتيكولامين
نبدأ بدواء مهم وده بيجي نظري اسمه إفيدرين، بس برضو من عيلة الثلاث نجوم، يعني غالبا ها نسبته يعني 60%. الإفيدرين من الحاجات اللي ممكن تيجي نظري بس مش مشهور، مش كومن قوي. طيب عظيم، الإفيدرين شغله ايه؟ شغله زي الأدرينالين ألفا وبيتا، بس قبلهم سينس. خلي بالنا بقى، شغله زي الأدرينالين ألفا وبيتا بس قبلهم سينس. يعني قبلهم يعني السينس معاه أقوى، السمبثاليك موجود بس أضعف من الأدرينالين. طيب عظيم، يشتغل ازاي؟ دول يعني ايه؟ يعني جزء يشتغل دايركت وجزء يطلع الترانسميتر. دول هيشتغل بالطريقتين، جزء دايركت وجزء اندايركت. طيب عظيم، كويس قوي. ابزوربد اورالي ديليد اونست صحيح بس لونج ديوريشن. اول سؤال مهم نظري في الافيدرين بيستخدم في ايه؟ ثيرابيوتيك يوز. طيب بما انه يا دكتور له بيتا، فايه رايك ناخده في البرونكيا الازمه؟ كويس جدا، رائع جدا، بس دي ليد اونست، يبقى ناخده في الاكيوت ولا في البروفيلاكسس؟ تمام، كويس قوي. اللي انا فهمته منك يا دكتور انه شبه الادرينالين. كويس قوي، يعني بيرفع الضغط. كويس جدا. طب تاخده في ايه؟ ما ينفعش في الاكيوت، بس بناخده في حاجه اسمها بري انستيك ميديكيشن. حاجه اسمها ايه؟ يعني ايه بري انستيك ميديكيشن؟ بعض الناس يا شباب، بعض الناس لما بيكون داخل غرفة العمليات ويشوف كده ها الأدوات ومش عارف والإضاءة والتخدير ومسرح العمليات، ده بيسموه operating theater، مسرح العمليات ده، يروح جاي حصل له حاجة اسمها فازو فيجل أتاك، يقع من طول. كمان مهم قوي إن أدوية التخدير كلها ها بتعمل RC depression، بتعمل CNS depression. طب والإفيدرين ده بيعمل CNS إيه؟ فمهم كمان ان احنا نستغل الافيدرين بري انستيك عشان يمنع الهاي بوتنشن اللي ممكن يحصل للمريض، ويمنع الار سي ديبريشن اللي ممكن يحصل له من التخدير. بري انستيك ميديكيشن. طيب عظيم، كمان ممكن نستغل الافيدرين في حالات الابستاكسس. مصطفى بقى شغل التكييف بس عشان الجو. حالات الابستاكسس، هل يا شباب ها؟ طب ما انت دلوقتي حضرتك كنت بتقول لي الادرينالين ينفع بس شورت ديوريشن. طيب هنا الافيدرين لونج، طب ما نديه بقى. خلي بالك برضه هيحصل منه ريباوند. ليه؟ بيعمل اريتيشن للميوكاس ممبرين. يبقى برضه في الابستاكسس اخلي بالي هيحصل منه ريباوند، مش بسبب الديوريشن، بسبب مين؟ حلو. طيب عظيم، الادرينالين حضرتك ما كانش ينفع ناخده في العين انه بيتكسر بالكونت، ولانه انستيبل في الالكالاين ميديا، فكنا بناخد برو دراج اسمه دايبيفيفرين. مهم جدا في الام سي كيو والاورال شيت، دايبيفيفرين. مين الدايبيفيفرين ده؟ دي نقط اطراف العين تعدي العين كويس جدا، ما فيش اي مشاكل، واول ما تخش العين تتحول الى ادرينالين. الادرينالين بيقلل الايكوس هيومر سينسز، يقلل الانترا اوكولار بريشر، فناخده في علاج حالات الايه؟ الاوبن انجل جلوكوما. هنتكلم عن جلوكوما بالتفصيل بس في اخر الاوتونوم. يبقى هو هنا بيقلل، بيعمل الفا اكشن، يعمل لي فازو كونستريكشن، السينسز بتاع الايكوس هيومر يقل، الانترا اوكولار بريشر يقل، وبالتالي ناخده في علاج حاله. مين هو بقى الادرينالين؟ لا، نستخدم برودراج. طيب حضرتك الافيدرين نون كاتيكولامين وليبت صلب، ما بيتكسرش بالكونت، يبقى انا ممكن اخد الافيدرين ده ها بنفسه، مش محتاج دوبلير، ها اخده بنفسه في علاج حالات الجلوكوم. يبقى هاخد الادرينالين بنفسه في الاوبن انجل جلوكوم، وهاخد الادرينالين في الابستاكسس، بس خلي بالك من الريباوند عشان الاريتيشن، واخده بري انستيك
ميديكيشن عشان يمنع مشاكل التخدير، وهاخده كمان في البرونكيال ازمه بس وفيلاكس. حلو جدا. حضرتك كمان له بيتا، والبيتا دي بتعمل ريلاكسيشن للوول، وله الفا، ودي بتعمل سبازم اوف سفنكتر. بيعمل ايه تاني؟ ريلاكس للوول وسبازم من السفنكتر. ده مهم جدا في حاله اسمها نكتيورنال انيوريسس، حالات التبول الليلي اللا ارادي عند الاطفال. نكتيورنال انيوريسس مش له بيتا زي الادرينالين. طب انت ما خدتش الادرينالين ليه؟ لخطورته شديده جدا على الضغط والهارت، ولانه شورت ايه؟ هنا بتاخد الافيدرين حبوب موجود، شغله على الهارت او شغله على السمباثيك ها مش شديد قوي زي الادرينالين. الهايبرتنشن والتاكيكارديا مش شديده جدا زي الادرينالين، فممكن اخده في الاطفال في حالات النكتيورنال انيوريسس. بيعمل ايه في السي ان اس؟ ها؟ بيصحصح، بيفوق صح؟ بناخده في حاله اسمها ناركوليبسي. يعني ايه ناركوليبسي؟ حضرتك ادخل على اليوتيوب واكتب فيديوز ناركوليبسي، هتلاقي الراجل بياكل يروح جاي نايم فجاه، سايق يروح جاي نايم. مش تمثيليه، بتحصل. ناركوليبسي تلاقي مرض اسمه النوم المفاجئ، اللي هو مرض طلبه كليه الطب انا عارف يعني. النوم المفاجئ ناركوليبسي. يعني ايه ناركوليبسي؟ يعني تلاقي الراجل ده في شغله بيعمل حاجه مهمه قوي وينام. المفروض هنا تدي له منبه بقى، تدي له حاجه تصحصحه. من الادويه اللي بتصحصح السي ان اس مين؟ الافيدرين. خلي بالك ناركوليبسي، خلي بالك كمان نكتيورنال انيوريسس، خلي بالك كمان برونكال أزمة، بس بروفيلاكسز في العين، اوبن انجل جلوكوما في الانف، بس فيه ريباوند بري انستيك ميديكيشن. حلو جدا. طيب اخباره ايه على السكليت المصري؟ له الفا يا دكتور، بيحسن النيورو ماسكولار ترانسميشن. طب ما الادرينالين ليه؟ له بيتا يا دكتور، يزود البلاد سبلاي للسكليت المصري. طب ما الادرينالين ليه واقوى منه كمان. بس خلي بالك الافيدرين له سي ان اس ستيمولانت، يعني بيقلل حاجه اسمها المصل فتيك، يقلل حاجه اسمها يا شباب دي مهمه جدا. يبقى الافيدرين مش بيشتغل على المصل بريفرال وبس، ده بيشتغل بريفرال وسنترال، بيقلل الفتيك اوف ذا مصل. عشان كده هو دواء مهم ودواء مفيد في حاله اسمها وهن العضلات، ضعف العضلات اللي هي الماياسثينيا جريفز. مهم جدا. تاني يا شباب، الافيدرين يوزس ممكن يجي في الامتحان، ممكن بنسبه 60-70%. ها اكيوت برونكيال ازمه؟ لا يا دكتور، بروفيلاكس اصل بريك اوف. حالات الجلوكوما بنفسه مش محتاج دوبلير زي الادرينالين. طيب فيفرن، حالات الابستاكسز يقدر يعمل الكلام ده، بس ايرتنت ممكن يحصل منه ريباوند قبل العمليات عشان يحمي المريض من مشاكل التخدير، لانه ممكن ضغطه يمطه وممكن الريسبيراتوري سنتر يقع. نوكتيورنال انيورسيس جت ازاي دي؟ ريلاكس الوول بيتا واسباز السنتر. حالات الناركو ببقى عايزه مصحصح، انه ممكن ينام بشكل مفاجئ فجاه، ناركو ليبسي. كمان حالات الماياثينيا جريفز، كل دول ليهم تفسير وعارفين بيحصلوا ازاي. ولكن ايه يا جماعه؟ لقينا الافيدرين ده له حاجه اسمها بارادوكسيكال اكشن، وحاجه اسمها ايه؟ يعني ايه بارادوكسيكال؟ يعني عكسي، تأثير عكس اللي احنا فاهمينه. خلي بالك مهم جدا انك تعرف ان في حاجات كتيرة ممكن تقابلك في الفارما ملهاش تفسير. ليه؟ لان احنا لما بنيجي نكتشف الدواء مش بنكتشف الميكانيزم قبل الاكشن. يعني ايه؟ بندي دواء فبنشوف الاكشن، والله الدواء ده بيعمل الاكشن ده ازاي؟ ممكن نوصل ممكن ما نوصلش. الكلام ده مهم. يعني في حاجات تعمل لك فازر ليشن، طب عامله ازاي؟ اقول لك دايركت. يعني ايه دايركت دي؟ لسه ما عرفتش. دايركت يعني ايه؟
لسه ما عرفتش. فهنا برضو في بعض التأثيرات اللي ملهاش مفهوم وملهاش اكسبلينيشن واضح، فبنسميها بارادوكسيكال، يعني عكس ما احنا متوقعين، اللي هو ايه بقى؟ هايبر كاينيتيك اتنشن ديفيسيت سندروم. حاجه اسمها ايه؟ ده طفل حضرتك كثير الحركه بس المينتاليتي عنده ضعيفه شويه، يعني هو مش كثير الحركه ها كشقاوه، لا ده كثير الحركه كمرض. هايبر كاينيتيك اتنشن ديفيسيت سندروم، هايبر كاينيتيك اتنشن ديفيسيت سندروم. المفروض اللي احنا فاهمينه واللي احنا عارفينه ان الافيدرين بيعمل ايه في سينس؟ بينشط، صح؟ بينشط سينس؟ لا، حضرتك هنا بيحصل بارادوكسيكال سيديشن، بارادوكسيكال كالم، وبيحصل فين؟ في الاطفال بس. هايبر كاينيتيك اتنشن ديفيسيت سندروم. طيب عظيم، ما هي عيوب الافيدرين؟ ده برضه ممكن يجي نظري بنسبة 60-70%، الافيدرين كله نظري بنسبة 60-70%. ايه هي عيوب الافيدرين يا شباب؟ عيوب الافيدرين هي عيوب الادرينالين. يعني ايه؟ مش لو الفا ولو بيتا يبقى هايبر وتاكي. طيب عظيم، كويس قوي، بس قبلهم اكتب سينس. هو بيعمل سينس ايه؟ يعني يعمل لي انكزايتي، قلق، يعمل لي رعشه في الايد. دي واضحه بقى، الحاجات دي هنشوفها واضحه. في الادرينالين كنا بنشوفها ايه؟ مايلد تريمورز. ممكن المريض ما يعرفش ينام، انسومنيا. ممكن الموضوع يزيد قوي ويؤدي الى اكزايتيشن وكونفولجن. الافيدرين تقف لحد الكونفولجن. الافيدرين السي ان اس ستيميوليشن يقف لحد مين؟ لان في واحد هيزيد شويه تاني. يبقى لما باجي اكتب السايد افكت بتاعه الافيدرين لو سي ان اس ستيميوليشن، انكزايتي تريمورز انسومنيا اكزايتيشن كون. حلو قوي. على الهارت تاكي، على البلاد بريشر هايبر. صعب. اي دواء بيشتغل بشكل اندايركت بيعتمد على غيره بشكل جزئي او بشكل كلي. انا دلوقتي دوري ان انا اطلع الترانسميتر. طيب اول جرعه حلو، ثاني جرعه ها، ثالث جرعه اقل، رابع جرعه اقل جدا، خامس جرعه مفيش. ليه مفيش؟ المخزن خلص. الخروج ها، التصنيع مش ملاحقه، السنسز مش ملاحق الريليز. فبعد فتره تيجي تطلع الترانسميتر ها تلاقيش، صح؟ يبقى حضرتك اي دواء بيشتغل اندايركت، يعني مش هو اللي بيعمل الشغل بنفسه، بسرعه جدا تاثيره بيبدا يضعف، بسرعه جدا بيحصل منه توليرانس. وده برضو احد عيوب مين؟ الافيدرين مهم نظري، سواء يوزس سواء سايد افكت، بس بدرجه اهميه اقل بكتير من الادرينالين. طيب تعال نشوف الدواء رقم 2، مهم قوي قوي قوي، اسمه امفيتامين. امفيتامين وده هيشتغل بيور اندايت. ده اقراها هتلاقيني كاتب لك في الورق الجديد اف، يعني فيميل، يعني ده ممكن يجي سؤال للفيميل فده تقراه لنفسك، انما الفيميل يركزوا على ده، يعني الحاجات الخاصه بالفيميل كاتب عليها اف. انا نظري للفيميل. طيب اتفقنا؟ الامفيتامين حضرتك اندايركت، وطالما اندايركت اتفقنا يبقى مين فعليا اللي هيشتغل؟ النور ادرينالين. النور ادرينالين. عشان كده حضرتك لما تيجي تقارن الامفيتامين هتلاقيني بكتب لك سي ان اس والفا وبيتا 1 صغير. ده مين دي بقى؟ ها؟ مين الالفا الكبيره وبيتا 1 صغيره؟ ما هو ده النور ادرينالين، صح؟ يبقى ليه كتبت نور ادرينالين؟ لان الراجل ده بيشتغل ان دايركت، فاللي بيطلع اكتر من 90% بيبقى نور
عظيم جدا، كويس قوي. طيب يبقى حضرتك الامفيتامين شغله كسمباثيتك شبه النور ادرينالين، يعني بيعمل ايه في الضغط؟ ها هايبرتنشن. طب بيعمل ايه في الهارت ريت؟ تاكي ولا ريفلكس برادي؟ خلاص لسه قايلين هيعمل لي ريفلكس برادي لان بيتا 1 ضعيف. طب وفي السي ان اس؟ رهيب بلا حدود. يعني ايه يا جماعه؟ يعني حضرتك السي ان اس ستيميوليشن مش بس انكزايتي وتريمورز وانسومنيا واكزايتيشن وكونفولجن، لا ده ممكن الامور تتعدى الموضوع ده ويدخل في مرحله الهالوسينيشن، يجي له هلاوس، يجي له ديلوجن تهيؤات، يدخل في سايكوزس جنون، ممكن يدخل كمان في سكيزوفرينيا فصام. يبقى هنا مشكله الامفيتامين مش بس تصل الى الكونفولجن، لا ده ممكن تتطور وتوصل لمين؟ للجنون. ها يحصل هالوسينيشن ديلوجن سايكوز، ده خطورته. الامفيتامين وانت بتكتب عنه وسع شويه السي ان اس، طول في السي ان اس زي ما انت عايز، ما توقفش عند الكونفولجن، كمل كمل لحد فين؟ سايكوزس، هالوسينيشن، كونفيوجن، سكيزوفرينيا. تمام؟ تمام، كويس قوي. هناخده في ايه ده؟ لخطورته هنخلي استخدامه خاص بالحالات اللي تستدعيه. يعني ايه؟ يعني ناركوليبسي اديه وتابعه، نكتيورنال انيوريسيز اديه وتابعه، هايبر كاينيتيك اتنشن ديفيسيت سندروم اديه وتابعه. له حته مهمه جدا بقى، اوبيزيتي، حته جديده خالص. ليه؟ لقوا الامفيتامين بيروح حضرتك عند الهايبوثالاموس ويقلل الابيتايت، ينشط حاجه اسمها ستايتي سنتر اللي هو مركز الشبع، يقلل الابيتايت. له دور مهم جدا، وفي مستحضرات كتيره جدا جايه من الامفيتامين لها دور في علاج الاوبيزيتي. فدي حاجه جديده خالص. طيب زي ما هيعمل الكلام اللي انا بقوله ده بريفرال ويطلع نور ادرينالين، هيقدر كمان يطلع الترانسميترز اللي في السي ان اس، يبدا يطلع لي نور ادرينالين، يبدا يطلع لي سيروتونين، يبدا يطلع لي دوبامين. مش هو دوره يدخل النيرف ويطلع اللي موجود في المخزن؟ هنا طلع اللي موجود في المخزن اشتغل سمباثومايميتك، انما هنا يشتغل ايه؟ حضرتك ايه المرض اللي بينقص فيه النور ابنفرين والسيروتونين؟ مرض الاكتئاب، ديبريشن. طب ايه المرض اللي بينقص فيه الدوبامين؟ الباركنسونيزم. يبقى له دور، وممكن يبقى له دور في علاج حالات الباركنسونيزم وفي علاج حالات الدبريشن. له دور مهم جدا في حالات الناركوليبسي والنكتيورنال انيوريسيس. له دور كمان في علاج حالات الهايبر كينيتيك بنفس الطريقه بارادوكسيكال سيديشن. له دور مهم جدا في علاج حالات هو والافيدرين كمان يا جماعه ليهم دور لو حصل سي ان اس ديبريسنت توكسيسيتي. حصل ايه؟ طبعا في حاجات احسن منهم، انما دلوقتي واحد خد جرعه مورفين كبيره وحصل له سي ان اس ديبريشن، واحد خد جرعه باربيتيوريت مهدئ كبيره وحصل له سي ان اس ديبريشن، تنقذه ازاي؟ سي ان اس بادويه تعمل حاجه اسمها اناليبتيك. يعني ايه اناليبتيك؟ بتنشط المراكز الرئيسيه اللي موجوده في البرين ستيم اللي هو الريسبيراتوري سنتر والفازو موتور سنتر. يبقى ليهم دور في علاج حالات السي ان اس ديبريسنت توكسيسيتي. يبقى انت عندك في اربعه يوزس مشتركين، ناركوليبسي مشترك، نكتيورنال انيوريسيس مشترك، هايبر كاينيتيك اتنشن ديفيسيت سندروم مشترك، والسي ان اس ديبريسنت توكسيسيتي مشترك. ايه اللي بيميز الامفيتامين؟ الاوبيزيتي والباركنسونيزم والحاجات اللي بيطلع فيها الترانسميتر بشكل قوي في السي ان اس، حالات الدبريشن وحالات الباركنسونيزم. ايه اللي بيميز الافيدرين؟ شغله بريفرال، العين، النوز، البرونكيال ازمه، وممكن كمان نستعين بيه
في البري انستيتيك ميديكيشن وله دور في السكريتال ماسل في حالات المايثينيا ايه جريز. ما هي عيوب الامفيتامين؟ هلوسينيشن. هل الامفيتامين يعمل تاكيكارديا؟ ها نركز مع بعض. لا يا دكتور الامفيتامين هايبر تنشن تمام بالعكس ده ممكن يعمل لي ريفلكس برادي لانه شبه مين نورادرينالين. طيب لما اجي اكتب في السي ان اس اكتب ايه من اول الانكزايتي لحد سكيزوفرينيا؟ انكزايتي تريمورز انسومنيا اكزايتيشن كونفولجن اف كمل كمل يعني ايه هالوسينيشن زي هالوسينيشن ديلوجن سايكوزس سكيزوفرينيا. نحط عليهم اخطر مشكله ان المريض هيكرره على طول بيعمل له دماغ بيقلل حاجه اسمها الفيزيكال اند منتال فتيك يعني ذهنيا ما بيتعبش وبدنيا ما بيتعبش فيحصل منه ادكشن ديبندنس. يحصل منه ايه يا شباب؟ يحصل منه ادكشن. ده بالنسبه لعيله النون كاتيكولامين. في دواء يعني هنبقى نتكلم عنه برضو بعدين شويه اسمه تايرامين وده دواء خايب قوي. التايرامين ده بيعمل ايه؟ بيطلع النور ادرينالين بس امتى يطلع؟ لو ما تكسرش. امتى التايرامين يشتغل؟ لو ما تكسرش. هو بيتكسر بمين؟ بماو انزايم. لو خدت تايرامين في الاكل الماو انزايم بيكسره. لو خدت تايرامين في البلاد الماو بيكسره. امتى يشتغل؟ مع الماو انهبيتورز. امتى تاثيره يظهر؟ لو وقفت الماو لو اديت ماو انهبيتورز. فايه اللي يحصل يا شباب؟ يدخل الطيرامين ويطلع النور ادرينالين. خلي بالك انت موقف مين؟ ده كده كمان النور ابنفرين مش هيكسر يعني النور ابنفرين هياخد راحته قوي فتحصل مشكله اسمها هايبر تنسيف كرايسيس. تحصل مشكله اسمها ايه؟ تمام جدا. خلي بالك ان في اكلات ملانه طيرامين اشهرهم الجبنه القديمه شيز. عشان كده بيسموا القصه دي ايه؟ شيز ريأكشن. بيسموا الموضوع ده يا جماعه شيز ريأكشن. اتفقنا كده؟ احنا خلصنا افيدرين نظري امفيتامين نظري تايرامين ام اس كيو. اخد بريك 10 دقايق بريك 10 دقايق شباب الساعه 9 و10 9 و3 كله في اماكننا كله في اماكننا قاعد ورا.